Lotfi Ben Sassi. Lotfi Ben Sassi. La cravate solidaire. ربطة العنق المتضامنة. هذه جمعية تنشط في فرنسا. فيها تقريب 1000 متطوع. بخلاف الناس اللي تعطي في الفلوس، 1000 متطوع اللي يخدموا معناها. الجمعية هذه اش تعمل؟ الجمعية هذه تاخذ الناس اللي عندهم مشاكل مادية ويحبوا يخدموا وما عندهمش باش يمشي يعمل اونترتيان معناها دومبوش، يلزموا يبدا لابس بالقدا ويتكلم بالقدا. هذوما عندهم الحوايج يعطيك كسوة باهية محترمة يلبسك، والناس تلبس بالقدا كرافات سورية نظيفة، ومن بعد يعلمك كيفاش تجاوب في الانتداب معناها في الانترتيان دومبوش، كيفاش تجاوب، كيفاش تتكلم بأريحية، كيفاش تقنع السيد اللي باش يدخلك تخدم، ويقعدوا يعاونوا فيك حتى لين توصل تدبر خدمة. هذه الجمعية عملت تقريب 70% نسبة نجاح، معناها 70% من اللي جاوا للجمعية هذه دخلوا خدمة سوليدير، دخلوا خدمة. عاد باقي واحد ديما يشوف حاجة لبرا يحب يقارن معناها كيفاش يقع الانتداب عنا. لا تلبس كرافات ولا تزمر ولا تجاوب مليح ولا تحضر سيفي ولا حد شيء. شكون بعثك؟ ولد شكون؟ فانا حزب انت وقتها نتفاهموا معاك ندخلوا فماشي حويجه ولا فماشي حويجه. احنا هذيا الانتداب داير كلمه انتداب جايه من واحد يندب انتداب. بالحق مثلا تلقى انت مندوب ثقافي تلقى وجهه مندوب هكا حالته حليله، هذاك هو المندوب. الانتداب في تونس على غالب باقي راكز على شكون تعرف وعلى الكون. ساعات تدخل في مؤسسه تقول دخلت في عائله معناها ماكش في مؤسسه تتا وينو كدوسي مرت خالي كل الحكايه اش عملنا فيها برا. عاد كي يبدا هذا في القطاع العام برا، عاد كان يبداو قطاع خاص يبدا واحد عنده الفلوس تلقاه هو خدم وزمر وكون ثروه وكل شيء، بعد يقول لك نحط ولدي انا ذاك ولي العهد ولا بنتي ذاك ولي العهد. يحط عبد كي عنده حتى كاريزما عنده حتى شيء معناتها. تحط عبد مره اخرى دخلت في اجتماع قالوا لي هذه بنت مول المول راهي هي باش تولي الكل، والله نغزر لها طفله كي البرقق وقفت تعمل حتى شيء. هذه تحكم هذيك اللي تصح وهذيك اللي تحكم، هذيك تحكم في كل المهندسين الكبار موسى كبيره تو معناها، هذيك اللي تحكم وهذيك اللي طايحه لهم قدرهم وهذيك. واحنا ماشي انا نتصور اللي عندنا راهو جمعيات في تونس. تعرف قداش عندنا من جمعيه اليوم؟ اكثر من 20,000. 22,000 جمعيه. لا لا عمره لا سمعت بقليل ما فما الحق فهم جمعيات تخدم بس ما تسمعش بهم هذوك. انا هي الجمعيات اللي تسمع بها كل بتاع الفشوش بتاع جمعيه حفظ ندر شنو وجمعيه ندر شنو وجمعيه اصحاب ندر شنو حتى من الجمعيات عندنا بالمعارف معناها يتلانسيو. يا خويا اش باش نقول لك؟ باع اكاو.